لكن الحكم المساعد قال تسلل في هذا الميدان من كرايتون لويس لبراجا يتفوق في هذه الكره واحد ملايم مره اخرى امام برينس ثم كراوشا ومنصوري. منصوري الحكم يقول مخالفه لمنصوري. منصوري يزيد على الصوره. ملعوبه بسرعه لكراوش. كراوش الكره طويله اماميه للدفاع. الكرات الطويله هذه كلها لدفاع المنتخب الليبيري. مبرجة وخروج الحارس قواوي. الكرة سهلة. الوقت الرسمي انتهى بعد الثواني فقط وينتهي الوقت الرسمي وثلاث دقائق من الوقت البدل الضائع لصالح المنتخب الوطني الجزائري بواسطة اكرور والدفاع ثم مرة اخرى كراوش في محاولة تسديد. كراوش الهدف الثاني والهدف الثاني للمنتخب الوطني الجزائري بواسطة اللاعب ناز اللاعب اقول اللاعب نصر الدين كراوش في اللحظات الاخيرة في الدقيقة 45 من الشوط الثاني لهذه المباراة المنتخب الوطني الجزائري يعود في النتيجة ويسجل الهدف الثاني. الهدف الثاني وفرحة امصار المنتخب الوطني الجزائري فوق مدرجات ملعب 26 مارس هنا. واستياء كبير شيء واضح وطبيعي بالنسبة للجهاز الفني لفريق ليبيريا. نصر الدين كراوش وبتسديدة قوية من حدود 18 متر بقوة يسكن الكرة في شباك الحارس لويس كرايتون. وفرحة أنصار المنتخب الجزائري من البلدية الرابعة للعاصمة باماكو. المنتخب الجزائري يعود في النتيجة ويعدل النتيجة في اللحظات الأخيرة. يا سلام على نصر الدين كراوش وهذه المحاولة محاولة تسديد من أجل الوصول إلى الشباك وتمكن من ذلك. إذن يعدل النتيجة. نشاهد بالعرض البطيء شوف قوية جدا قوية من نصر الدين كراوش في الشباك. نعم في المرمى وفي الشباك استغل هذه الوضعية من مكان مناسب للتسديد. استغل الوضعية وسجل وقذف وسدد وسجل لصالح الجزائر. في محاولة أخرى للمنتخب الوطني الجزائري كراوش نصر الدين لعب نازل لكونتواز. لكونتواز البلجيكي وفرحة كبيرة والاحتفال بالهدف مع اللاعبين الاحتياطيين والجهاز الفني للمنتخب الوطني الجزائري. وفي هذه اللحظة بالذات السيد ايفي ديفين يعلن عن نهاية المباراة بالتعادل بين المنتخبين الجزائري والليبري هدف.